أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الوحدة الرابعة والتي بعنوان أنا أتطور، والتي تحتوي على العديد من النصوص التي سنقوم بدراستها ومناقشتها وتحليلها والإجابة عن الأسئلة التابعة لها، وأيضا تحتوي على العديد من القضايا الإملائية والنحوية التي سنقوم بدراستها والتطبيق عليها من خلال الأنشطة، وأيضا ما تحتويه من المهارات الكتابية. فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف. وصف محتوى الوحدة، شرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة، الحديث عن مشروع الوحدة. تتناول هذه الوحدة فنا من الفنون الأدبية العربية وهو فن الوصف، حيث تضم مجموعة من النصوص من خلال نصوص الوحدة مثل كرة القدم، في المخيم، كرة الطائرة وغيرها من النصوص. وسوف يكتب الطالب وصفا داخليا أو خارجيا فيما ينصب في التطوير النفسي أو البدني أو الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات أخرى مثل مهارة الاستماع من خلال الاستماع إلى نص بعنوان كرة القدم والإجابة عن أسئلة تابعة له، ومهارة التحدث من خلال التحدث عن رياضة يحبها والحديث باللغة الفصيحة. كما تتناول الوحدة جانبا آخر بالحديث عن القضايا اللغوية مثل قاعدة الفاعل المفعول به، الجملة الاسمية والفعلية، وقضايا كتابية مثل الألف الممدودة والمقصورة وأسلوب الطلب. المفهوم الرئيسي يا عزيزي الطالب لهذه الوحدة هو الثقافة، المفهوم ذات الصلة، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات، وعبارة الاستقصاء، الثقافة اللغوية لتحقيق أغراض التطوير البدني والنفسي والثقافي. أما بالنسبة لأهداف التقييم، فأهداف التقييم هي الاستماع، القراءة، التحدث، الكتابة. مهارات التعلم، إدارة الذات، المهارات العاطفية، البحث، المعرفة المعلوماتية. سوف تتكامل هذه الوحدة مع مادة التاريخ، حيث سترتبط هذه الوحدة مع مادة التاريخ ارتباطاً وثيقاً من خلال البحث عن قصص تاريخية واستخراج الوصف الداخلي والخارجي منها، وسيبحث عن شواهد تثبت ذلك. التربية الفنية، ستتكامل موضوعات هذه الوحدة عندما يصمم الطلبة مجسم لملعب كرة القدم. مشروع الوحدة هو تكليف الطلاب بتصميم ملعب مجسم لكرة القدم، مرتبط بعبارة البحث ومدعم بالصور اللافتة وعرضها أمام الطلبة مع الربط بعبارة البحث. معايير المشروع، التحدث ينبغي أن تشمل صيغا مثل الصيغ المرئية والمكانية، معايير أخرى سلامة اللغة، الحوار يستمر من دقيقة ونصف إلى 3 دقائق، والعمل الجماعي. الربط مع رؤية ورسالة المدرسة، يصل الطالب في نهاية هذه الوحدة إلى تحمل المسؤوليات تجاه الاستخدام الصحيح للبحث، ويكون منظما، وهذا من خلال ما يواكبه في بيئة تعليمية تفاعلية في مجتمع متعدد الثقافات. يمتلك الطالب في نهاية هذه الوحدة قيما عالمية مثل التحدي والاكتشاف. أما بالنسبة لمصادر الوحدة، سوف نقوم عزيزي الطالب باستخدام العديد من المصادر التي تدعم هذه الوحدة كمصدر موضوع، مصدر يوتيوب، ومصدر كاهوت ووردوال وغيرها أيضا من المصادر. وبعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة سوف تجيب عن الأسئلة التالية: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ أي المهارات بحاجة للمزيد من الممارسة؟ ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ ما الذي كان مثيرا للدهشة فيما درسته؟ ما الذي ستفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ إذن عزيزي الطالب، في هذه الوحدة سوف تتناول نشاطات شفهية، حيث سوف تتحدث عن كرة القدم، وسوف تتناول العديد من النصوص
التي ستقوم بقراءتها، مثل نصف المخيم، الكرة الطائرة وملعبها، ولاعب التنس. أيضا عزيزي الطالب، سوف تتطرق إلى العديد من القواعد كالفاعل المفعول به، الجملة الفعلية ومتمماتها، وأيضا الإملاء ككتابة الشدة، كتابة الألف بعد واو الجماعة، وكتابة الألف الممدودة والألف المقصورة في آخر الفعل. سوف تقوم بسرد خبر تفسيري وكتابة فقرة تفسيرية، وسوف يكون المشروع هو مجسم لملعب كرة السلة. سوف أقوم عزيزي الطالب بقراءة النص الأول استعدادا للحصة القادمة. في المخيم: كلنا للوطن، كلنا للوطن، يعيش يعيش الوطن يعيش. صيحة انطلقت 3 مرات من حرش الصنوبر، فهب فريد من النوم ووقف على الشرفة مواجهة للحش، يتفرج على الكشافة الذين جاءوا من المدينة أمس لتمضية شهر في أحضان الطبيعة، يمارسون الحياة الكشفية التي يحبون. كان أول ما فعله الكشافة صباح اليوم التالي لوصولهم أن رفعوا العلم وحيوه بهذه الصيحة النشيطة، ثم تفرقوا لأداء أعمالهم الصباحية. كان قائد المخيم قد وزع المسؤوليات على عرفاء الطلائع، كل عريف مسؤول عن طليعته. توجهت طليعة إلى المطبخ لسلق البيض وغلي الحليب والشاي للفطور، ومضت طليعة ثانية لجمع الأوساخ والأوراق عن الأرض وضعها في كيس كبير، فيما قامت طليعة ثالثة بجولة تفتيشية حول المخيم وبين أقسامه للتأكد من ترتيبها ونظافتها. ذهب فريق إلى العين لجلب الماء الشرب، فيما ذهب فريق آخر إلى الفرن لإحضار الخبز الطازج. الله الله، ما أجمل هذا المشهد، صاح فريد، فهو طالما حلم بأن يصير كشافا نظاميا ويعيش الحياة الكشفية الممتعة كما يعيش صبيان هذا المخيم ومعظمهم في مثل عمره. والبرهان على حبه للكشافة طلبه من أبيه كهدية لعيده الثاني عشر بدلة كشفية كاملة وكيس النوم للمخيم. وطبعا لم ينسى فريد الصافرة يعلقها في عنقه، والمطر يشدها إلى حزامه ليشرب منها أثناء مشاويرهم الطويلة على الأقدام. بعد قراءتنا لهذا النص عزيز الطالب، سوف نقوم بالإجابة عن العديد من الأسئلة، كسؤال أين يقيم فريد، ومن أين أتى الكشافة، وما أول عمل يقوم به الكشافة كل صباح، وسوف تسمي بعض الأعمال الأخرى أيضا عزيز الطالب التي يقومون بها أثناء النهار. ثم سوف ننتقل للإجابة عن أسئلة المعجم والدلالة والتركيب ودلالة المفردات والجمل. أيضا عزيزي الطالب، سوف تقوم بكتابة الأفكار الرئيسية في هذا النص على الدفتر، ثم سوف تنتقل للتعرف على القاعدة النحوية الفاعل، وسوف تجيب عن الأسئلة التابعة لهذه القاعدة والموجودة في صفحة 179. ثم عزيزي الطالب، سوف تنتقل لكتابة الشدة وكتابة الألف بعد واو الجماعة، سوف تتعرف على هذه القاعدة ثم تجيب عن الأسئلة الواردة في كتاب من الألف إلى الياء. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي الطلبة، وإلى اللقاء.